اليوم شوف اليوم هذه نقولها لك. اليوم وش نقول لك، قائد طائره نحيه جابنا الساعه 20 قبل الوقت، وهذا شرف كبير يا خويا. نشكروا الخطه الجويه الجزائريه. لكن هنايا في الجزائر الاستقبال كان سواء في الذهاب ولا في العوده كان استقبال حار الحمد لله. انا نقدر نقول لك حاجه واحده برك، ان شاء الله يكون ربي نعم علينا بالحج هذا، ويكون يكون حج مبرور ومغفور، وان شاء الله ربي يقوي البلاد. والسلام عليكم.